أفاد مراسل حلب اليوم باستشهاد 4 أطفال وامرأة اليوم الأحد بقصف جوي روسي استهدف قرية خربة العلقمية في ريف حلب الجنوبي. وأضاف مراسلنا بأن مدنيين اثنين على الأقل بينهم امرأة استشهدوا بقصف جوي استهدف بلدتي كفر حمراء وأوريم الكبرى، في حين أصيب العديد جراء قصف جوي على منطقة جسر الحج وحي الصالحين وطريق الكاستيلو ومعظم قرى وبلدات ريفي حلب الشمالي والجنوبي. وفي الشأن الميداني، صد الثوار أمس السبت محاولات قوات النظام وميليشياته التقدم على جبهات سيف الدولة وبني زيد والخالدية في مدينة حلب ومحاور خلصة ومعراتة والإقراصي وخان طومان في الريف الجنوبي. تتلاحق هزائم النظام على يد الثوار في حلب وريفها كلما حاولت قواته التقدم أو السيطرة على منطقة ما. فمنذ أكثر من 4 أشهر لم يحرز النظام أي نصر يذكر في المدينة وريفها، عدا عن معارك الكر والفر التي تزيد في خسائر النظام وميليشياته. آخر ما تكبده النظام فجر اليوم عندما حاولت قواته التقدم باتجاه حي بني زيد انطلاقا من مواقعها في حي الخالدية ودوار شيحان. معارك عنيفة نجمت عن تصدي الثوار للنظام على أطراف الحي. 10 عناصر خسرهم النظام قبيل انسحابه من محيط حي بني زيد، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين من جنوده وميليشياته خلال المعركة التي ادعى النظام أنه أطلقها استجابة لمطالب أهالي الحي. الله أكبر الله أكبر. خسائر أخرى لحقت بقوات النظام غربي حلب. في أثناء محاولة قواته اقتحام بني زيد، كانت مجموعة أخرى من عناصره تسعى للتقدم إلى حي جمعية زهرة حين لقيهم الثوار وقتلوا 5 منهم وجرحوا آخرين. وفي ريف المدينة قتل 5 عناصر بنقطة تابعة للنظام في الريف الجنوبي، حيث استطاع مقاتلون من جيش الفتح زرع لغم أرضي في مقر قرب بلدة الحاضر. 4 شهداء هي حصيلة رد النظام على خسائره في حلب، طفلين وامرأة قضوا بقصف جوي طال بلدة كفرجوم في الريف الغربي، وطفل آخر تسبب قصف بالرشاشات من الطيران المروحي بوفاته في حي الميسر، ولحق قصف مماثل حيي الفردوس والأنصاري ومنطقة جسر الحج. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير مكتبنا في حلب مصطفى عبد الله. مرحبا بك مصطفى، لو تضعنا في آخر التفاصيل المتوفرة لديك عن معارك الثوار على جبهات مدينة حلب وريفها الجنوبي. أهلا بك أخي أصلان. أخي أصلان، ابتدأت ليلة أمس منتصف الليل بهجوم لنظام على محاور الخالدية وبني زيد وأيضا جمعية الزهراء، وهجوم آخر من محورين على جبهة سيف الدولة. استمرت الاشتباكات حتى الصباح، والحمد لله استطاع الثوار رد هذين الهجومين بقوة. أيضا النظام ابتدأ صباح اليوم بهجوم كبير جدا على منطقة الملاح، وما تزال فصائل الثورة السورية في الشمال وفي مدينة حلب بالذات تقوم بصد هذا الهجوم، والمعارك الآن حامية الوطيس. ووقع عدد كبير من قتلى النظام في كمين محكم أوقعه فيهم فصائل الثورة السورية في حلب. طبعا لابد من الإشارة أصلا إلى أنه ما ليلة أمس كان هناك قصفا بالفوسفوري، القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا على أحياء مدينة حلب المحررة، شملت أحياء الشعار وباب النيرب والشيخ خضر ومساكن هنانو وطاهرة عواد. أيضا ليلة أمس ابتدأ بهجوم مدفعي على المشهد، وأيضا كان هناك قصف على المشهد وجسر الحج وعلى مساكن الفردوس. نعم. طيب مصطفى، كيف بدت الحالة الإنسانية في ظل هذا القصف بالقنابل الفوسفورية الحارقة والمحرمة دوليا على ريف حلب وفي حلب حتى يوم أمس؟ بكل صراحة أصلا لم يتغير أي شيء في الحالة المعنوية وصمود واستمرار السكان في مدينة حلب أبدا، ما زالوا يتعايشون مع الأوضاع بشكل رائع. يسقط البرميل هنا ويسقط صاروخ هناك، ومع ذلك تستمر الحياة بشكل طبيعي. كنا في جولة مساء أمس بعد أن سقطت البراميل والقذائف الفوسفورية في أحياء مدينة حلب المحررة، ومنها أيضا باب النيرب، ومنها أيضا باب الحديد، ومنها أيضا مساكن هنانة وعين التل.
حقيقة لم نجد أي تغير في نمط الحياة الذي يعيشه الحلبيون بعد أن تعودوا على هذا النمط، وأصبحوا مستعدين أن يتعايشوا مع هذا الظرف لفترات طويلة. ليس غريبا عليهم أن يتحملوا وهم في سنتين أو أكثر من التحمل والتضييق من قبل النظام على طريق الكاستيلو الشريان الوحيد في حلب. نعم، شكرا لك مدير مكتبنا في حلب مصطفى العبد الله. أهلا بك أصلا.